أنا أعلن رسميا أنه بتدخل من ناس حكماء نحترمهم ونجلهم تدخلوا في هذه المسألة. البارح جلسنا واحد الجلسة كانت جلسة كلها محبة كلها إخاء كلها مودة، انتهى هذا المشكل الحمد لله. أنا كنقول من هذا المنبر وكنقول لخوتي على أنه عفى الله عما سلف والصلح خير، وهذا هو يمكن وانتهى الكلام. أرجوك، أنا قلت انتهى الكلام، هذا ما يعني اللي كما تنقولوا اللي قضاء وقدر. حنا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان سموحا، وحنا خصنا نكونوا ناخذوا القدوة من النبي صلى الله عليه وسلم. حاشا معاذ الله، حاشا معاذ الله. لا حنا غير التذكير، فاحنا متعانقين. انا ما كنشوف يعني هاد الضجه الاعلاميه اللي بكل صراحه يعني خدات اكبر من اللي كتستحق. انا غير باش ما تاخذوهاش مني قلت الصواب، الا غنناقش معكم ناقشوا فنيا شي حاجه اخرى راه ما يمكنليش ندير لكم بها. واش كاين شي اغنيه مع السي محمد هو اللي مال المشروع مطروح؟ وكيف كيف قال سي بدر الدين، وسي بدر الدين يعني حنا دائما كندقوا الابواب ديالو في جميع من غير الكره. حنا حتى الا جانا الجوع كنمشيو عنده للدار. لا جوعنا الروح الرياضيه انا. اغنيه جميله جدا، الاغنيه ردتنا للزمن الجميل اللي بكل صراحه هذا ماشي زعما لانه وحده الاستاذ تنقول عليه هذه الكلمات. اغنيه جميله وبزاف، وبانه كننصح بانه اي اسره مغربيه تسمع هذه الاغنيه لانه فيها دي ميساج، لانه الاسر المغربيه مالوغوزمون البعض اقول البعض يعني كيكونوا بعد هذا، ولكن العيب اللي كان فينا احنا وانا تنقولها امام الملأ بانه خرجنا شي شويه ديال الطناجر ديالنا الكوزينه خرجناهم، فما كانش علينا. هذا درس، هذا درس، وكذلك يسمحوا لنا المغاربه وبالاخص يسمحوا لنا الناس ديال سلا، لانه مدينه سلا كيف قلت لكم عطات اساتذه، عطات رجالات دوله، عطات اسماء كبيره اللي كنفتخروا بها وكتفتخر بها مدينه سلا. فكيف قلت لكم ما نجيوش حنا حتى الاخر ونديروا بعض الشاش على هذا. اقول استسمح لساكنه سلا والمغرب من طنجه للقويره.